لسه بنستكمل مع حضراتكم اخبارنا وعوده للخبر اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عنه بخصوص مستلزمات المدارس والدور اللي بتقوم بيه اجهزه الدوله كذا جهاز في الدوله علشان توفير مستلزمات المدارس باسعار رخيصه لحضراتكم علشان التلاميذ بالتاكيد يجدوها باسعار حنينه متوفره. بينضم لي عبر الهاتف على معرض أهلا مدارس اللي بتقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ أيمن حسام مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية. أستاذ أيمن أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وكمال أهلا بيه، إزي أهلا بيك حضرتك؟ يا فندم. أنا عايز تفاصيل أكتر وتوضحها بالراحة لأهلنا الكرام بخصوص أهلا مدارس وهيتوفر فين بالظبط الأماكن بتاعته. طبعا في البدايه نقول اهالينا كلهم والمشاهدينك الكرام كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وانت بالصحة والسلامة. ونتمنى لابنائنا واخواتنا الطلبه عام موفق باذن الله وناجح. اللهم امين. طبعا وزاره التموين والتجاره الداخليه معنيه تماما بانها تحاول تساهم بقدر المستطاع في توفير المستلزمات خاصة في المواسم اللي بتكون في احتياج لتوفير السلعة بسعر مناسب. والمعرض ده مش أول معرض احنا عملناه السنة اللي فاتت، الحقيقة حقق نجاح كبير جدا وعشان كده توسعنا فيه السنة دي جدا. جميل. السنة دي بيقام في قاعة المؤتمرات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على مساحة أكثر من 7000 متر، بتضم تحت سقفها كل احتياجات الطالب والأسرة الخاصة باستقبال العام الجديد، سواء من أدوات ومستلزمات المدارس المدرسية، يعني الأدوات المكتبية والكتب والشنط والكشكول والكرافة. الحقيقة بالإضافة لده بنهتم بأنه الأسرة تلاقي احتياجاتها من المواد الغذائية اللي هيحتاج لها الأسرة علشان سندوتش المدرسة، هيلاقوا تشكيلة متنوعة من كل أنواع العصائر والمربات والجبن والألبان والمنتجات اللحوم المصنعة، كل هذا سندوتش معرض المدرسة شامل بقى. بيحتاجه، بالإضافة لقسم كامل للمنتجات الجلدية، أحذية وشنط المدارس، بالإضافة طبعا للشنط المستوردة اللي الأولاد بيحبوها. الحقيقة المعرض يعتبر الأكبر على الإطلاق سواء في مصر أو حتى على مستوى المنطقة، إنه يتعمل معرض لاستقبال المدارس اللي هو أهلا مدارس واللي معروف عالميا بباك تو سكول. يهمني كمان أأكد إن إحنا تم الاتفاق مع كافة العارضين وبالتواصل المباشر مع معالي وزير التموين إنه البيع يكون بأسعار التكلفة، والمعني بأسعار التكلفة إنه يكون أسعار أقل المصنع. من سعر الجملة، لأن إحنا كل عارضينا من الموردين الرئيسيين للسلع وأدوات المدرسة هيلاقوا كل الأسماء من غير ما أذكرها اللي يعرفوها في السوق من تجار الجملة ومن موردين السلع ومستوردين السلع المدرسية، هيلاقوا كل ما يخص زي ما قلت المواد الغذائية بأسعار أقل من الجملة، ودي أقل مساهمة بتقوم بيها وزارة التموين في سبيل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. أولاً أستاذ أيمن ده شيء محترم، خلينا نتفق على ده إن أنتم بتوفروا ده لأهالينا الكرام بأسعار رخيصة وإحنا داخلين في زنقة المدارس. بس في حاجة تانية يا فندم عايز أقف عندها. أهالينا الكرام اللي من قنا واللي من طنطا واللي من المنصورة واللي من إقليم القناة واللي من اسكندرية بيسمعوا الخبر ده دلوقتي وبيقولوا اشمعنا احنا؟ لا الحقيقة أنا يهمني أن أنا برضو أأكد أنه بالتوازي مع معرض القاهرة، معرض القاهرة بيخدم القاهرة الكبرى، لكن في 18 معرض على مستوى كافة اهو المحافظات كده هيكونوا موجودين متاحين لكل أهالينا في المحافظات، لأن طبعا زي ما حضرتك أشرت إحنا بنخدم الدولة مش بنخدم المنطقة المركزية فقط. ده جميل ده جميل. ففي 18 معرض على مستوى كافة المحافظات هيكونوا متاحين وهيتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 1، وهيكون على مستوى المحافظات
هيتم الإعلان داخليا على معارض أهل المدارس بالمحافظات. نلحق بس قبل دخول المدارس يا فندم، يعني يا ريت بس، يعني الوقت حضرتك عارف إن الوقت مهم في الفترة دي. طبعا احنا بادئين قبل دخول المدارس ب3 أيام، والحقيقة راعينا نقطة يمكن بعض المشاهدين الكرام يعلموا ان دولة رئيس الوزراء اعلن انه لابد من التوافق ما بين دخول الناس ومصروفاتهم، وبالتالي استغلينا انه السيد وزير المالية اعلن انه صرف المرتبات الشهرية هيكون يوم 20، وده السبب ان احنا الحقيقة عملنا 3 أيام قبل دخول المدارس يكون خلالهم فترة صرف المرتبات، لأن احنا نعلم طبعا انه الظروف المعيشية ما هيش سهلة على الناس. فقلنا يكون الوقت اللي هيتم فيه صرف مرتبات شهر سبتمبر، و4 أيام بعد دخول المدارس، عشان بعد الأولاد ما بيروحوا المدرسة بيكون في طلبات للمدارس هيرجعوا المعرض هيلاقوها موجودة. ده شيء ده محترم، سبب اختيار توقيت المعرض. ده شيء محترم وبشكركم عليه، وده دور الدولة، الواجب على الدولة انها تعمله لما تحس ان الحياة فيها يعني غلاء في المعيشة، ان في ضغط على اهالينا الكرام، فلازم تدخل الدولة بشكل مباشر عشان تخفف الاعباء على اهالينا الكرام المواطنين المصريين.